لو دفن ميت في مسجد يجب أن ينبش ولا يبقى. ولو قال قائل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصله مقبرة، كما جاء عند البخاري أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى هذه الأرض وإذا فيها قبور المشركين، فيقال أبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين أم أنه نبشها؟ نبشها وأزالها. لما؟ لأنه لا حرمة لهم.